الراي ديالي فيما يخص التدريب الاجباري هو انا متفق مع الحكومه، متفق مع صاحب القرار ديال الفكره زوينه، وهي التدريب الاجباري هي كتكمل، هي مدرسه عليا للانسان فين خصو يكمل الرجوله ديالو. فيما يخص ابناء المسؤولين والوزاره كاع المديرين الكبار فهمتي، خاص يتطبق عليهم كاملين. ونزيدك واحد القضيه بيني وبينك، شتي اللي اي انسان غيهرب من التدريب الاجباري غيهرب من المستقبل ديالو. التدريب الاجباري وفكره مزيانه بالنسبه للناس اللي ما عندهم ما يدار، كاينين بزاف الناس اللي ما قارينش ما خدامينش، كيبقاو غير في الزنقه كيتعرضوا كيديروا في الدرب كيكميو ما عندهم حتى شي حاجه. اما بالنسبه للناس اللي تيقراو، من الاحسن لهم يكملوا قرايتهم. بحال دابا انا مثلا عندي غنكمل مثلا لا يسوس هذا العام، ما فكره التدريب الاجباري بالنسبه ليا ماشي فكره مزيانه، بالعكس الا خدمت ولا درت ستاج ولا قريت غيكون احسن ليا. كيساهم في التكوين ديال الناس وديال الشباب سورتو، ولكن بالنسبه للناس اللي عندهم افاق ولا اللي بغاو يقراو من الاحسن يقراو، وديك اجباري اللي فيها يعني من الاحسن يكون بنادم اللي ما تيقراش هو اللي يكون عنده اجباري، اما اللي يكون اختياري سورتو البنات، البنات شويه صعيبه صراحه. في الحقيقه التدريب الاجباري هو مزيان حيت كيعلمك المسؤوليه والاعتماد على النفس، وكيعطيك الصحه وكتولي معتمد على نفسك في شي حوايج. انا ما سمحتش في قرايتي، ما بغاو يديوني يديو. انت كتقبل الفكره ديال انا نقبلها ضروري. الراي ديالي هو انه ما خصوش يكون اجباري اول حاجه، حيت راي حاجه اجباريه راه ماشي مزيانه. علاش ما خصوش يكون اجباري؟ حيت غتدخل في الحريه ديال الانسان، هذه اول حاجه. كتستهدف الحريه، كتستهدف الحريه ديال الفرد. بالنسبه لك كشخص الى لقيتي الصباح مقدم قدام ديالك كيفاش غتعامل؟ غادي نتعصب اول حاجه، وغادي ما غاديش نقدر ندير بزاف ديال الحوايج لا هادشي خلوني نمشي، حيت ما يمكنش زعما غادي ما كنشوفش راسي انايا كعسكري ولا شي سلطه اللي بحال هكا. الراي ديالي في التجنيد الاجباري مزيان يكون عندنا التجنيد الاجباري، وبالنسبه الى كان غيكون على كل شيء ماشي غير على واحد الطبقه معينه يكون. لا حنا كنلاحظوا بان التجنيد الاجباري ما كيمشيوش كاع الناس، خصنا حنا بغينا كاع الطبقات من كاع الشرائح ديال المجتمع كلشي يشارك في كلشي يكون مع التجنيد الاجباري، ماشي نبقاو نجيبوا حنا ولد فلان وولد فلان ما يمشيوش، والناس اللي مساكن ضعاف وهادي يمشيو نديهم حنا التجنيد الاجباري، ولا اللي ما عنده ما يدار راه حتى اللي لاباس عليه، حتى ولاد الناس اللي لاباس عليهم حتى هما راه كاينين اللي ما عندهم ما يدار، نصيفطهم التجنيد الاجباري. كيفيق في الصباح كيلقى هو 300 درهم ولا 500 درهم محطوط حدا راسو، اللهم تا هو يمشي التجنيد الاجباري يخيم شويه. التجنيد الاجباري كاينين شي واحد النسبه فهمتي عاطلين فهمتي، خرجوا من القرايه لا خدمه لا ردمه، يمكن لهم يمشيو للتجنيد الاجباري. انت ما راه تفيق مع 6 الصباح تدوس بما بارد، هادشي اللي كيقولوا والله. انت شنو رايك؟ ما عرفتش. وفي رايي اللي بغى يمشي يمشي، اللي ما بغاش يمشي ما يمشي، ماشي يفرضوا على الناس يمشيو بزز. الا ما كانش المسؤول غيصيفط ولادو، علاش غنصيفط انا ولادي انا باش هو يدافعوا عليه؟ فهمتيني ولا لا؟ راه تا هو خصو يمشي، لحقاش الوطن ديالنا حنا كاملين، والمغرب مغربنا حنا كاملين، ندافعوا عليه كاملين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.